كثافة. يوسف عطال يوصل يدخل يوسف عطال يوسف عطال يدخل يوسف عطال Attal. Ah bien joué Attal qui vient d'éliminer deux adversaires. J'ai envie de faire une grande saison. أريد أن أقدم موسما كبيرا وفي الميدان أقدم كل ما أملكه لفريقي وأيضا كي أكون راضيا عن أدائي الشخصي. Et le mieux. الكرة الحديثة تستجيب على الظهيرين الأيمن والأيسر الصعود والهجوم، كما أننا في نيس نلعب بخطة 3-5-2 حيث يجب استغلال كل الرواق هجوما ودفاعا، وأنا أقوم فقط بدوري والمهمة التي أمرني بها المدرب. مع المنتخب نريد أن نظهر الأنصار أن الخضر عائدون إلى الواجهة وأن المنتخب في الموعد. المدرب جمال بالماضي استطاع في البداية إيصال رسالته فيما يتعلق باللاعبين، لذلك تشعر أن المجموعة متلاحمة وتريد تحقيق إنجازات معا بقيادة مدرب طموح يريد تحقيق ذلك أيضا معنا. Il veut faire quelque chose lui aussi avec nous. يوسف لو سمحت لنعود إلى الوراء إلى البداية إن صح التعبير. عندما أشاهد مسيرتك الكروية أحيي هذه الإرادة الكبيرة التي دفعتك لمواصلة الكرة رغم بعض العوائق التي ربما تعرفها، العوائق المالية العائلية، الترحال بين تيزي وزو والجزائر قبل الوصول إلى أكاديمية بارادو. حدثنا عن هذه المرحلة بالذات. صحيح أن الأمور لم تكن سهلة في السابق، والفضل في وصولي لما أنا عليه يعود خاصة لوالدي، فأحيانا راودتني أفكار بالتخلي عن الكرة في ظل تلك الصعوبات التي واجهتها، لكن والدي كان دائما معي يحفزني ويشجعني ولم يتركني أضيع أي ميران حتى مع الصعوبات التي واجهتها للوصول فقط إلى الميران، لكنه رافقني دائما واجتهد لإيجاد الحلول، والحمد لله اليوم هو سعيد والأيام صعبة خلفي الآن ويتوجب فقط مواصلة العمل. برنامج عربي لا حدود ما يزال متواصلا.